في جلسة صفاء مع صاحبي نتقاسم فيها هموما اجتاحتنا معا، ينصت كل منا للآخر. جلسة يسمع أحدهما جلبة في قلب صاحبه تلفحه الزفرات، ويتماثل معه في مشهد كأن الآهات قد خرجت من جسد واحد، عاش العناء والاحتراق من هجر الحبيب. رائعة الفنان عادل عبد المجيد أغنية يا صاحب، أشارت كلماتها إلى معاناة الصحب ومعايشتهما هموما، وقعا في شركها يتقاسمان الخيبات والأوهام والانكسارات ليطويا معا صفحات حب كان ومضى. يا صاحبي حالة من حالي، نعاني من لسعات غدر وهجر الغالي، الأوجاع مصفوفة بدواخلنا، نلملم بقايا حب لم يترك سوى قشور من التواصل الحميم، جفت على أعتاب أحزاننا اللافحة. جيت تشاكيني يا صاحب، صحت حنيني وخطرت الغايب عن عيني اللي حبه ما غاب عن بالي يا صاحب. حالك كيف حالي يا صاحب، حالك كيف حالي يا صاحب. أتيت تحمل دفتر أوجاعك تشاكيني وتعدد أسرها وصفحاتها، مشكاتك استنطقت جروحي كنت أظنها اندملت بعد هذا البعد، لكنها تنادت وتناغمت مع آهاتك ونزفت بألم واحتراق. كيف حالي ليش تشكي من بعد الغالي يا صاحب. يا صاحبي قلباني يخبراني أن طي صفحات الحبيب صعبة، مهما بلغت درجات الصد والجفاء كانت مصارحة فاضت فيها معان وتعابير صادقة عن لوعة المحب وعمق معاناته وكل ما جال في دواخله، تصارحا بها صاحبان تشاركا في مأساتها. صحيح صعب والله على المجاريح نصبر، يمكن